كلام يودي ويجيب مع غدير حسان ورامي الحلواني. أمثال عشناها وجربناها وحصلت لنا في حياتنا كتير، ناس أمنت بيها وناس قالوا صدفة، تعالوا نشوف رأي المشاهير. أمثال عشناها وجربناها وحصلت لنا في حياتنا كتير، ناس أمنت بيها وناس قالوا صدفة، تعالوا نشوف رأي المشاهير. عالراديو 99 كلام يودي ويجيب. يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال، ايه رأيك في المثل ده؟ روم ما ينفعش اقول رأيي واحمد زاهر قاعد معانا. كل سنة وانت طيب يا احمد. وانت طيب يا جميل، ايه الاخبار؟ عامل الحمد لله تمام. ايه رأيك في المثل اللي غدير قالته لي يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال؟ انا معترض، انت رأيك ايه؟ انا الصراحة معترض معاك على فكرة، يعني لا لا مش كل الرجال، يعني شايف ان الرجاله ينفعوا يبقوا محل ثقه؟ اه طبعا في كتير رجاله ينفعوا جدا يبقوا محل ثقه طبعا، يعني خليك امين وانا منهم. ارجوكي مش كده يا غدير لو سمحت. انا قلت مش هكلمك في امثال عن كده عشان هتبقى منحاز للرجال. لا 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 طبعا، بس طبعا يعني احقاقا للحق في رجاله كده طبعا، وفي ستات كده برضو، يعني ما في الجنسين موجود ناس كويسه وناس وحشه، لكل قاعده شواذ. بالظبط. هو كده كده احنا النهارده هنتكلم معاك، عايزين نشوف احمد زاهر بيقدر يوصل لدماغ الست ولا لا، يعني تقدر تفهم هي بتفكر ازاي، لان عاده الراجل بيبقى ليه وجهه نظر وتفكير طبعا، والست مختلف طبعا، فبتقدر تفهم ده ولا لا. فهو ده بقى اللي هنعرفه النهارده خلال الحلقه. ماشي اتفقنا. احمد، مع الست ان هي تقدر تثق في الراجل لدرجه ان هي تسيبه يعمل اللي هو عايزه ويسافر يروح يجي يعرف هنا يعني يعيش حياته بمنتهى الحريه من غير اي قيود او ردود فعل على اي تصرف؟ ده اهم حاجه يبات بره. احنا جدعان قوي. ها هقول لك على حاجه، لو هو اساسا حد موثوق فيه ومتعاشرين مع بعض بقالهم فتره وهي عارفه كل تفاصيله وعارفه كل حياته، لو هو كويس تسيبه طبعا يعمل اللي هو عاوزه، انما طالما مش هيغلط، يعني طالما هي واثقه ان هو مش هيغلط. انما لو هو اساسا حد لعبي بقى وبيلعب بديله ومش عارف ايه وكده، فلا طبعا. طب الثقه دي بقى تيجي منين؟ تيجي من العشره، يعني الثقه تيجي من العشره، من المواقف، من الحياه اللي ما بينهم، من تفاصيل الحياه الصغيره اللي ما حدش بيعرفها غير الاثنين اللي متجوزين او الاثنين اللي بيحبوا بعض. يعني من كل الحاجات دي بتعرفك اذا كان الراجل اللي قدامك او الست اللي قدامك ايه دماغها، بتعمل ايه بالظبط. احمد، في مثل بيقولوه ستات، حطي جوزك فوق السطوح وان كان ليكي نصيب فيه مش هيروح. لا اله الا الله. ايه المثل ده؟ ايه رايك فيه؟ ايه يا معلم، واحنا رزه بنشوف في لا ده مثل عجيب قوي. لا المثل ده معناه ان انا يعني حتى لو سبت جوزي في اي حته، فلو ليا نصيب فيه هيرجع لي. على حطت ايدك يعني. ماليش نصيب فيه وهو بقى بيلعب بديله، دي حاجه بتاعته بقى ربنا باين لي ده. فانت مع ده ولا لا؟ ان مهما حصل مش معاه بصراحه. لا يعني ما ينفعش تسيبه، لا طبعا لازم تهتم بيه وبتهتم بكل تفاصيله علشان ما يروحش. يعني لو عايزاه ما يروحش لازم تهتم بيه وتديله الاهتمام الكافي علشان هو ما يفكرش او ما يشوفش اهتمام من حد تاني فيتشد بيه. طبعا يعني الراجل بيغلط لما بيسيب مراته ويعرف واحده تانية، بس الست برضو عليها غلط ان هي اللي اديت له المساحه ان هو يخرج من البوتقه بتاعتها ويطلع لحته تانية. اكيد في عندها تقصير. الرجال اطفال كبار، انت مع المقوله دي ولا لا؟ طبعا طبعا، الراجل طفل كبير. انا لسه كنت هاخد المايك من غدير وهو يعني ليه كده يعني. لا الراجل فعلا طفل، طبعا طفل صغير محتاج معامله خاصه يعني. طبعا. لا ضايقتني بصراحه. لا ضايق ليه؟ هي دي الحقيقه، احنا اطفال وبنتقمص وبنعمل حاجات غريبه. حاجه، بما ان انا الست اللي قاعده، فاحنا عاده يعني الستات بيحبوا يحسوا ان هم بيهتموا بجوزهم على ان هو طفل. بالظبط. اراعيه بكل، زي ما براعي ابني اراعي جوزي. بالظبط. المشكله بالظبط في رجاله بقى بتغير من مراتاتها بسبب ده، ان هي بتراعي ولادها. في انا ساعات كتير لما بلاقيها مراتي مثلا قاعده مع الولاد كتير ومش عارف ايه وسايباني وانا قاعد لوحدي كتير، فبتضايق اقول لها طب وانا يعني ماشي ولادك اوكي عرفنا وولادي انا كمان، بس انا برضو ليا حق عليك يعني، لازم تيجي تقعدي معايا شويه يعني. احمد، مش تطفل مننا بس عايزينك تقول لنا موقف تقول لنا فيه يعني اثبات على الكلام اللي انت بتقوله.
ان هي كانت قاعده مع البنانيت وانت ما انا قلت لك اهو موقف حصل بالفعل ما هو بالظبط ما ده حصل يعني ده حصل لما تقعد تذاكر عايزين الديالوج يا احمد يا زاهر الديالوج لا ديالوج ايه يا عم لا يعني لما تقعد كمان بالذات في وقت الامتحانات زي الفتره اللي احنا فيها دلوقتي دي بتقعد تذاكر معاهم كتير فبيبقى في ساعات انت قاعد لوحدك يعني لو ما عنديش شغل وقاعد في البيت ببقى قاعد لوحدي كتير ان انا قاعده بتذاكر لهم فطبعا رغم ان انا عارف ان ده المفروض يحصل وده لمصلحه الولاد وكل حاجه بس بتضايق يعني بقولها لا تقعدي معايا شويه يعني قسمي الوقت يعني طب ما تقعد تذاكر لهم معايا انا مستحيل ليه لا يعني يا عم انا احفظ دوري الاول واجي بس الاول وبعدين ابقى اذاكر الست بتسمع من الراجل كل اللي بيقوله تمام وبتعمل اللي هي عايزاه نطلع فاصل ونرجع نسال احمد زاهر ونشوف رده ايه ماشي اوكي يلا بينا على الراديو 90 كلام يودي ويجيب مع غدير حسان ورامي الحلواني مع غدير حسان ورامي الحلواني على الراديو 90 كلام يودي ويجيب ورجعنا لكم تاني على الراديو 90 هواها مصري معاكم رامي الحلواني وغدير حسان وطبعا ضيفنا اللي مشرفنا النهارده الفنان احمد زاهر يا رب يخليك يا غدير احنا وقفنا رامي كان واقف على سؤاله الست بتسمع من الراجل كل اللي بيقوله وبتعمل برضو اللي هي عايزاه صح ولا لا 80% صح يعني الست شطرة هي اللي تعرف تعمل كده الست هي بصي الست دي يعني يعني مراتي يعني امي يعني جدتي يعني يعني بنتي يعني حفيدتي يعني الست دي يا جماعه هي اللي بتكون المجتمع حصل مره ان زوجتك كانت بتربي الولاد بطريقه وانت دخلت وقلت لا احيانا دي حاجات بتحصل عادي يعني ان انا المفروض كلام مين بقى اللي يمشي لا كلام الراجل طبعا طب مش الست هي اللي بتربي وهي اللي عارفه تمام بس الراجل لو قال كلمه لازم الست نفسها تسمع كلام الراجل للمبدا طبعا هو ده في تامر حسني هو ده تامر حسني هيقول لك كده هيقول لك انس السيد ايوه الامثال النهارده عجيبه يا احمد بس يعني بتقول لك بره وجوه فرشتلك وانت مايل وايه يعدلك المثل ده ينطبق على اي نوع من انواع الرجاله او شخصيات الراجل اللي موجوده في مجتمعنا ده يعتمد على كينونه الارنب يعني ده في الارانب بقى الارانب يعني لما تبقى ارانب نتكلم في الموضوع ده انما على الرجاله لا ما اظنش ده ينطبق على الرجاله كلام حقيقي اللي بيقول ان الست او الوقت الوحيد اللي الست بتصدق فيه راجل بعد كده ما بتصدقوش هو في شهر العسل بس او في الخطوبه لا 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 مش منطقي بس هو انا عايز اقولك على حاجه هو عموما كست وكراجل فتره الخطوبه دي بتبقى فتره كدابه انا بقولك بمنتهى الامانه الاتنين بيضحكوا على بعض اصلا الاتنين بيحاولوا يجملوا شكل بعض عشان كده انا ما بحبش فتره الخطوبه تطول احمد في حكمه بتقول الراجل ورقه كتب عليها او مكتوب عليها ارجو الاحترام الراجل ورقه مكتوب عليها ارجو الاحترام انا مش فاهم المثل ده خالص يعني هو مش مثل بس هو زي مقوله او زي حاجه بنتبعها احنا في مجتمعنا وفي الشارع بتاعنا المصري تمام ان الراجل المصري يحب الست اللي تحترمه يعني تحترمني اقدرك تقل مني اعوارك من الاخر ده حلو ده المثل ده حلو قوي تحترمني اقدرك تقل مني اعوارك على طول لا طبعا لازم يبقى في احترام ولازم يبقى في احترام متبادل مش معنى ان الراجل لابد ان يحترم ان هو يقل من احترام الست لان ده دي مش رجوله اساسا انك انت تقل من احترام الست طب والست برضو كاتبه ورقه ارجو الاهتمام طبعا حقها حقها بس لازم هي برضو تهتم يعني الاهتمام والاحترام يكونوا متبادلين لازم يكونوا متبادلين لو في حد فيهم مأثر عند التاني هتبقى علاقه مش مظبوطه طيب احنا في نهايه البرنامج وفي نهايه الحلقه عاده بنسال على حاجه كانت بتتقال عموما وانت تحاول تفكر كده اصلها ايه لما حد بيجي يتخانق مع حد تلاقي عاده الستات تقول لها بيتخانقوا مع الرجاله يعني لما الستات يتخانقوا مع الرجاله خاصه بيقوموا قايلين او ستات مع ستات برضه لا يا عمر يا عمر ايه يا عمر دي بيردحوا بقى ومفرشين يا عمر ايوه الحاجات دي مش فاهم عمر تعب قوي تفتكر اصلها ايه اكيد اصلها كلمه ابيحه يعني اكيد يعني مش عارف انا مش عارف ايه يا عمر دي بصراحه يعني انا بسمعها كتير وبشوفها في افلام ومسلسلات وبتاع بس انا مش فاهمها بصراحه ايه علاقه عمر بالموضوع انا مش عارف يعني هو كان في العصر الفاطمي زمان كانوا طبعا فاطميين بيكرهوا او بيبغضوا شخصيه سيدنا عمر بن الخطاب ف
فكان دايما خطبائهم بيسخروا منه على المنابر بقى، وبيقعدوا يقولوا مواقف منسوبه ليه، ويقولوا باستهزاء اين كنت يا عمر. وكانوا بيركبوا الحمار. طب ده لو هي كده بقى يبقى ما ينفعش اي حد يقول يا عمر دي تاني خالص، لان ده حرام. يعني لو هي مرمية على سيدنا عمر، ايوه بالظبط، لا ده حرام وما ينفعش الجملة دي تتقال تاني خالص. وكانوا كمان بيمطوا قوي في كلمة يا عمار، فبقوا بقت دي قصد الردح بالنسبة لهم. لا 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 ده طبعا ده كلام فارغ، وانا ما اعرفش المعلومه دي، وطالما عرفتها انا لن اسمح لاي حد قدامي يقول يا عمر دي تاني خالص. وده المسج اللي بنحب دايما نوصلها في نهايه كل حلقه بكلمه من الكلمات. يعني احنا للاسف بنقعد نعيد ونزيد ونكرر ونستنسخ كلمات ونقولها من غير ما نعرف اصلا. بالظبط بالظبط. احمد زاهر نورتنا على 90 سعيد. يا رب يخليك، ميرسي جدا جدا جدا، وشرفتوني وسعيد ان انا عملت معاكم البرنامج ده جدا. ربنا يخليك، كل سنه وانت طيب. وانتم طيبين، وانتم طيبين، ميرسي قوي. كلام يودي ويجيب مع غدير حسان، رامي الحلواني، والمؤلف إيهاب بليبي. أمثال عشناها وجربنا وحصلت لنا في حياتنا كتير، ناس أمنت بيها وناس قالوا صدفة، تعالوا نشوف رأي المشاهير. أمثال عشناها وجربنا وحصلت لنا في حياتنا كتير، ناس أمنت بيها وناس قالوا صدفة، تعالوا نشوف رأي المشاهير. الراديو 99 كلام.